بسم الله الرحمن الرحيم، عشاق متابعين قناة الإعلام الكبير الأستاذ عبد الناصر زيدان وقناة كرة بلدنا، تحية طيبة وبعد. طبعا كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبنبارك طبعا لجماهير الزمالك كلهم، كل الزملكاوية، على تأهل الفريق للمباراة النهائية من البطولة الكونفدرالية. والزمالك طبعا نجح في التأهل بعد ما فاز على فريق النجم بهدف نظيف في مجموع المباراتين. المباراة الأولى مباراة الذهاب اللي أقيمت في برج العرب، الزمالك تمكن من الفوز فيها بهدف لمحمود كهربا، ومباراة العودة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي اللي أقيمت في مباراة سوسة في تونس، الزمالك نجح إنه يتعادل فيها سلبيا ويحافظ على شباك نظيفة ويتأهل للمباراة النهائية. طبعا المباراة النهائية هتكون أمام فريق نهضة بركان المغربي، واللي نجح في التأهل على حساب نادي الصفاقس التونسي. ومباراة الذهاب هتكون في المغرب يوم 19 من شهر مايو الجاري، ومباراة الإياب هتكون يوم 26 إن شاء الله في مصر. طبعا لعيبة الزمالك النهارده كلهم كانوا رجالة، الرجولة والفدائية هي أساس التعادل. لعيبة لعبت بروح، عندهم فدية جوه الملعب، ما تأثروش خالص بالجماهير، ما تأثروش بأي حاجة خالص غير تركيزهم كله كان في المستطيل الأخضر. نجحوا إن هم يفسدوا كل هجمات فريق النجم، دفعوا مع محمود عبد الرحيم جنش عن شباك فريقهم ونجحوا ان هم يتعادلوا بدون اهداف. طبعا فريق النجم كان ليه بعض الهجمات الخطره ما نقدرش ننكر، لكن برضه بساله وقوه دفاع الزمالك نجح يعني ساهمت ان الفريق ما يهتزش شباك وما يهتزش شباك. عندنا طبعا عبد الله جمعه النهارده بصراحه انا بعتبره راجل المباراه، عمل مباراه كبيره جدا، قام بالدور الدفاعي بشكل رائع. فريق النجم الساحلي كان بيلعب ناحيه عبد الله، لكن عبد الله قاتل وقدم مستوى فني جيد جدا. برضو محمود كهربا كان جيد جدا وكان بيسحب الفرقه لنص ملعب النجم، وانا برضو شايف ان تغييره كان خطا من مستر جروس. عايز تنزل محمد ابراهيم يكون كهربا في الملعب، لو عندك محمد ابراهيم وكهربا وعمر السعيد وانت متعادل بدون اهداف وفريق النجم محتاج ان هو يسجل هدف علشان خاطر يتعادل معاك ويسجل هدفين عشان خاطر يتأهل على حسابك، لو عندك الثلاثي دول موجودين جوه الملعب كنت هتستغل ثغرات كتيره جدا في دفاع النجم، وكان ممكن الزمالك يفوز بالمباراه. لكن طبعا تغيير كهربا ده عليه علامه كبيره، يعني ما اعرفش مستر جروس عمله ازاي رغم ان الراجل ادار المباراه بصوره جيده جدا، ارى فريق النجم كويس، درسه كويس، قفل نص ملعبه، قفل ال 18 بتاعته، نجح ان هو يعيد النقاض لمستوى الفني. حمدي النقاز النهارده عمل مباراه كبيره جدا جدا جدا، افضل طبعا مباراه الذهاب وافضل مبارياته في الفتره الاخيره. دوره الدفاعي كان عالي جدا، انقذ الفريق من اكثر من هجمه خطره لفريق النجم، عمل مباراه كبيره بصراحه. فانا زي ما قلت هرجع تاني برضو لموضوع خروج كهربا، لما كهربا خرج الزمالك اتضغط. محمد ابراهيم النهارده قدر يقف على الكوره، قدر يتحكم في الكوره، لكن لو موجود معاه كهربا في الملعب وطبعا عمر السعيد كان موجود كان الفريق ظهر بصوره مختلفه جدا، وكان زي ما قلت كان قدر يفوز. طبعا مساله طرد جنش، انا شايف ان جنش استخدم دهاء الملعب وذكائه ونجح في الفتره اللي فريق النجم كان عالي فيها جدا وكان ممكن يسجل، ان هو يعني اتضرب. طبعا هو اتضرب باللاعب الافريقي كانوتي ده الكاميروني مدافع النجم، ضربه في دماغه، فهو استغل الضربه دي وقدر يستثمرها وقدر ان هو ياخد فتره للعلاج، قدرت تهمت فريق النجم وقدرت يخلي فريقه ياخد نفسه. فطبعا ده ذكاء ملعب. ياما التوانسه عملوا فينا كده، اي حد يقول لك التوانسه، ياما التوانسه دول، التوانسه والمغاربه والجزائريين اساتذه في تضييع الوقت، اساتذه وبيهمدك في الملعب، وياما عملوا معانا السيناريوهات دي. فجنش كان ذكي في الموضوع ده، اما بقى اخفق وخانوا ذكائه في الانذار الثاني. انت شايف الكرة خلاص هتطلع بره، ما تمدش ايدك وتجيبها، ما تشوطها برجليك في الاوت. لكن انت لما مديت ايدك وجبتها باين انها لابست يد وانت معاك انذار. فطبعا الحكم اداك الانذار الثاني. فطبعا احنا طبعا اتاثرنا ان كل الزملكاويه قلبهم وقع، لان عمر السعيد طبعا مهاجم الفريق وقف مكان الجون، لان احنا كنا خلصنا تغييراتنا. طبعا مستر بوس مش حاطط خالص في اعتقاده ان ممكن جنش يطرد في اخر الوقت بدل الضايع، يعني ده سيناريو مش موجود خالص في مع اي مدرب. خلاص الراجل بيعمل تغييراته عشان يحافظ على النتيجه 0-0 ويتاهل، فجاه لقى الجون بتاعه بيطرد. فطبعا يعني الله يكون في عونه وفي عوننا برضه، احنا اعصابنا اتحرقت يعني في الكام دقيقه دول. فوقف طبعا عمر السعيد مهاجم الفريق حارس مرمى، لكن بفضل الله وبساله ورجوله محمود علاء، محمود حمدي الونش، طارق حامد، محمود عبد العزيز،
نجحوا ان مفيش ولا هجمه توصل لعمر السعيد، رغم ان هو مهاجم الفريق مش حارس المرمى، لكن الوقت مفيش ولا كره وصلت. برضو زيزو لما نزل عمل شويه نشاط، خد برضو هاجم ولعب كويس وخد كام انطلاقه كده وجري كتير ويعني وراح نص ملعب النجم، لكن برضو ايه يعني ما كانش فيها هجمات خطره لينا، لكن برضو ايه كويس ان احنا طبعا قدرنا نخرج بالمباراه بالتعادل السلبي وبالنتيجه اللي تاهلنا. احنا رايحين بنعجز طاقه التاهل. فزي ما قلت لعيبه الزمالك كلهم رجاله، كلهم بذلوا اقصى مجهود، ببارك لمستر جروس، ببارك للجهاز الفني كله. تاهيل اللاعبين لمباراه كبيره زي دي في مدينه سوسه في الضغط الجماهيري ده شغل جهاز فني، برافو عليهم. قروا المباراه كويس جدا، قروا فريق النجم كويس جدا، عملوا شكلهم كانوا عاملين سيناريو للمباراه، خدوا سيناريو المباراه وخدوا الملعب لحسابهم، يعني بمعنى كلمه ايه الملعب لحسابهم؟ يعني فرضوا على النجم طريقه لعب معينه، ان النجم يعتمد على الكور العاليه. قفلوا كل المساحات، ما ادوش مساحه خالص ينقل الكره على الارض، فبدا في فترات كتيره اول ماتش يلعب الكره العاليه. طبعا ثنائي الزمالك الدفاعي محمود علاء ومحمود الونش كانوا متفوقين جدا، وعبد الله جمعه والنقاز ومحمود عبد العزيز وطارق حامد واوباما، ومع ان اوباما ضيع فرصه في اول الماتش لو وفق فيها كان المباراه دي الزمالك ممكن يعمل سكور في النجم ما يخرجش تعادل سلبي، يفوز ويكون المكسب لصالحه. لكن برضه برافو اوباما، راجل بذل مجهود كبير. برضه بريم حسن في فترات كتيره غاب جوه الملعب، يعني ما كانش ظاهر، لكن برضه بنقول له برافو، بنقول برافو لعمر السعيد، برافو لكل لعيبه الزمالك، الف مبروك. وبرافو برضه لمحمد عبد الغني اللي نزل في الاخر، وزيزو ومحمد ابراهيم، مبروك لكل الفرقه ومبروك لكل البعثه، الف مبروك. وان شاء الله تكون فدراليه زملكاويه، وان شاء الله نبقى احنا تاني فريق يفوز بالبطوله بعد النادي الاهلي فاز بيها قبل كده، وان شاء الله دي تبقى اول بطوله الموسم ده. طبعا بطوله كبيره وبطوله غاليه، وانا شايف ان الزمالك وراهنت على الزمالك، وقلت الناس اللي بتقول الزمالك هيتعمل فيه في تونس والزمالك هيتعمل، قلت لا، لعيبه الزمالك هيطلعوا رجاله، واللاعب المصري ما بيتحط في اختبار صعب بيطلع راجل، والنهارده لعيبه الزمالك كانوا رجاله. زي ما قلت انا ببارك لكل الزمالكاويه والف مبروك، وان شاء الله ان شاء الله هنعمل فيديو الفرحه باذن الله لما نفوز بالبطوله الكونفدراليه، بالبطوله الكونفدراليه. وبنبارك طبعا لجماهير الزمالك كلهم، كل الزمالكاويه، على تاهل الفريق للمباراه النهائيه من البطوله الكونفدراليه. والزمالك طبعا نجح في التاهل بعد ما فاز على فريق النجم بهدف نظيف في مجموع المباراتين، المباراه الاولى مباراه الذهاب اللي اقيمت في برج العرب، الزمالك تمكن من الفوز فيها بهدف لمحمود كهربا، ومباراه العوده اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي اللي اقيمت في مباراه سوسه في تونس، الزمالك نجح انه يتعادل فيها سلبيا ويحافظ على شباك نظيفه ويتاهل للمباراه النهائيه. طبعا المباراه النهائيه هتكون امام فريق نهضه بركان المغربي، واللي نجح في التاهل على حساب نادي الصفاقسي التونسي، ومباراه الذهاب هتكون في المغرب يوم 19 من شهر مايو الجاري، ومباراه الاياب هتكون يوم 26 ان شاء الله في مصر. طبعا لعيبه الزمالك النهارده كلهم كانوا رجاله، الرجوله والفدائيه هي اساس التعادل. لعيبه لعبت بروح، عندهم فدائيه جوه الملعب، ما تاثروش خالص بالجماهير، ما تاثروش باي حاجه خالص غير تركيزهم كله كان في المستطيل الاخضر. نجحوا ان هم يفسدوا كل هجمات فريق النجم، دفعوا مع محمود عبد الرحيم جنش عن شباك فريقهم، ونجحوا ان هم يتعادلوا بدون اهداف. طبعا فريق النجم كان ليه بعض الهجمات الخطره ما نقدرش ننكر، لكن برضه بساله وقوه دفاع الزمالك نجح يعني ساهمت ان الفريق ما يهتزش شباك وما يهتزش شباك. عندنا طبعا عبد الله جمعه النهارده بصراحه انا بعتبره راجل المباراه، عمل مباراه كبيره جدا، قام بالدور الدفاعي بشكل رائع. فريق النجم الساحلي كان بيلعب ناحيه عبد الله، لكن عبد الله قاتل وقدم مستوى فني جيد جدا. برده محمود كهربا كان جيد جدا وكان بيسحب الفرقه لنص ملعب النجم، وانا برده شايف ان تغييره كان خطا من مستر جروس. عايز تنزل محمد ابراهيم يكون كهربا في الملعب. لو عندك محمد ابراهيم وكهربا وعمر السعيد وانت متعادل بدون اهداف وفريق النجم محتاج ان هو يسجل هدف علشان خاطر يتعادل معاك ويسجل هدفين عشان خاطر يتأهل على حسابك، لو عندك الثلاثي دول موجودين جوه الملعب كنت هتستغل ثغرات كتيره جدا في دفاع النجم، وكان ممكن الزمالك يفوز بالمباراه. لكن طبعا تغيير كهربا ده عليه علامه كبيره، يعني ما اعرفش مستر جروس عمله ازاي، رغم ان الراجل ادار المباراه بصوره جيده جدا، ارى فريق النجم كويس، درسه كويس، قفل نص ملعبه، قفل ال 18 بتاعته، نجح ان هو يعيد النقاز لمستواه الفني. حمدي النقاز النهارده عمل مباراه كبيره جدا جدا جدا،
افضل طبعا مباراه الذهاب وافضل مبارياته في الفتره الاخيره. دور الدفاع كان عالي جدا، انقذ الفريق من اكثر من هجمه خطره لفريق النجم، عمل مباراه كبيره بصراحه. فانا زي ما قلت هرجع تاني برضو لموضوع خروج كهربا. لما كهربا خرج الزمالك اتضغط، محمد ابراهيم النهارده قدر يوقف على الكوره، قدر يتحكم في الكوره، لكن لو موجود معاه كهربا في الملعب وطبعا عمر السعيد كان موجود كان الفريق ظهر بصوره مختلفه جدا، وكان زي ما قلت كان قدر يفوز. طبعا مساله طرد جنش، انا شايف ان جنش استخدم دهاء الملعب وذكائه ونجح في الفتره اللي فريق النجم كان عالي فيها جدا وكان ممكن يسجل، ان هو يعني اتضرب. طبعا هو اتضرب باللاعب الافريقي كانوتي ده الكاميروني مدافع النجم، ضربه في دماغه، فهو استغل الضربه دي وقدر يستثمرها وقدر ان هو ياخد فتره للعلاج، قدرت تهمت فريق النجم وقدرت يخلي فريقه ياخد نفسه. فطبعا ده ذكاء ملعب. ياما التوانسه عملوا فينا كده، اي حد يقول لك التوانسه، ياما التوانسه دول التوانسه والمغاربه والجزائريين اساتذه في تضييع الوقت، اساتذه وبيهمدك في الملعب، وياما عملوا معانا السيناريوهات دي. فجنش كان ذكي في الموضوع ده، اما بقى اخفق وخانوا ذكائه في الانذار الثاني. انت شايف الكرة خلاص هتطلع بره، ما تمدش ايدك وتجيبها، ما تشوطها برجليك في الاوت. لكن انت لما مديت ايدك وجبتها باين انها لابست يد وانت معاك انذار. فطبعا الحكم اداك الانذار الثاني. فطبعا احنا طبعا اتاثرنا لان كل الزملكاويه قلبهم وقع، لان عمر السعيد طبعا مهاجم الفريق وقف مكان الجون، لان احنا كنا خلصنا تغييراتنا. طبعا مستر بوس مش حاطط خالص في اعتقاده ان ممكن جنش يطرد في اخر الوقت بدل الضايع، يعني ده سيناريو مش موجود خالص في مع اي مدرب. خلاص الراجل بيعمل تغييرات عشان يحافظ على النتيجه 0-0 ويتاهل، فجاه لقى الجون بتاعه بيطرد. فطبعا يعني الله يكون في عونه وفي عوننا برضه، احنا اعصابنا اتحرقت يعني في الكام دقيقه دول. فوقف طبعا عمر السعيد مهاجم الفريق حارس مرمى، لكن بفضل الله وبسالة ورجوله محمود علاء، محمود حمد الونش، طارق حامد، محمود عبد العزيز، نجحوا ان مفيش ولا هجمه توصل لعمر السعيد، رغم ان هو مهاجم الفريق مش حارس المرمى، لكن الوقت مفيش ولا كره وصلت. برضه زيزو لما نزل عمل شويه نشاط، خد برضه هاجم ولعب كويس وخد كام انطلاقه كده وجري كتير ويعني وراح نص ملعب النجم، لكن برضه ايه يعني ما كانش فيها هجمات خطره لينا، لكن برضه ايه كويس ان احنا طبعا قدرنا نخرج بالمباراه بالتعادل السلبي وبالنتيجه اللي تاهلنا. احنا رايحين بنعجز طاقه التاهل. فزي ما قلت لعيبه الزمالك كلهم رجاله، كلهم بذلوا اقصى مجهود، ببارك لمستر جروس، ببارك للجهاز الفني كله. تاهيل اللاعبين لمباراه كبيره زي دي في مدينة سوسة في الضغط الجماهيري ده شغل جهاز فني، برافو عليهم. قروا المباراة كويس جدا، قروا فريق النجم كويس جدا، عملوا شكلهم كانوا عاملين سيناريو للمباراة، خدوا سيناريو المباراة وخدوا الملعب لحسابهم. يعني بمعنى كلمة ايه الملعب لحسابهم؟ يعني فرضوا على النجم طريقة لعب معينة، ان النجم يعتمد على الكور العالية، قفلوا كل المساحات، ما ادوش مساحه خالص ينقل الكره على الارض، فبدا في فترات كتيره اول ماتش يلعب الكره العاليه. طبعا ثنائي الزمالك الدفاعي محمود علاء ومحمود الونش كانوا متفوقين جدا، وعبد الله جمعه والنقاز ومحمود عبد العزيز وطارق حامد واوباما، ومع ان اوباما ضيع فرصه في اول الماتش، لو وفق فيها كان المباراه دي الزمالك ممكن يعمل سكور في النجم ما يخرجش تعادل سلبي، يفوز ويكون المكسب لصالحه. لكن برضه برافو اوباما، راجل بذل مجهود كبير. برضه بريم حسن في فترات كتيره غاب جوه الملعب، يعني ما كانش ظاهر، لكن برضه بنقول له برافو، بنقول برافو لعمر السعيد، برافو لكل لعيبه الزمالك، الف مبروك. وبرافو برضه لمحمد عبد الغني اللي نزل في الاخر، وزيزو ومحمد ابراهيم، مبروك لكل الفرقه ومبروك لكل البعثه، الف مبروك. وان شاء الله تكون فدراليه زملكاويه، وان شاء الله نبقى احنا تاني فريق يفوز بالبطوله بعد النادي الاهلي فاز بيها قبل كده، وان شاء الله دي تبقى اول بطوله الموسم ده. طبعا بطوله كبيره وبطوله غاليه، وانا شايف ان الزمالك، وراهنت على الزمالك وقلت الناس اللي بتقول الزمالك هيتعمل فيه في تونس والزمالك هيتعمل، قلت لا، لعيبه الزمالك هيطلعوا رجاله، واللاعب المصري ما بيتحط في اختبار صعب بيطلع راجل، والنهارده لعيبه الزمالك كانوا رجاله. زي ما قلت انا ببارك لكل الزملكاويه والف مبروك، وان شاء الله ان شاء الله هنعمل فيديو الفرحه باذن الله لما نفوز بالبطوله الكونفدراليه، بالبطوله الكونفدراليه. عشاق متابعين قناه الاعلام الكبير الاستاذ عبد الناصر زيدان وقناه كره بلدنا، كل سنه وانتم طيبين مره اخرى بمناسبه حلول شهر رمضان، والف مبروك برده مره اخرى لكل الزملكاويه، وباذن الله التقيكم في فيديو جديد. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمام.